السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سادة المشاهدين والمتابعين، دمتم بصحة وعافية إن شاء الله سبحانه وتعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن اليوم في مدينة حماة، طبعا نحن نحاول التوسع في مجال التصوير خارج مدينة حلب، وإن شاء الله سوف يتم تصوير معظم آثار سوريا. هذه المنطقة طبعا هي منطقة النواعير. الناعورة هي آلة مائية ذات حركة دائمة معدة لرفع الماء، مؤلفة من أخشاب ومسامير حديدية، وهي سواقي مقامة على النهر. ونواعير حماة هي أكبر وأقدم نواعير في العالم. طبعا وظيفة الناعورة هي حمل الماء إلى مستوى أعلى من مستوى النهر لتيسير الاستفادة منه نظرا لانخفاض مجرى نهر العاصي في أرض حماة عن مستوى الحوض الذي ينساب فيه انخفاضا كبيرا قد يصل إلى 70 مترا، أي أن الناعورة الواحدة تستطيع رفع الماء إلى مسافة مقدارها 70 مترا عن مستوى النهر في المناطق المنخفضة. هذا جامع النوري. طبعا جامع النوري أو جامع نور الدين الشهيد محمود زنكي يقع في القلب الأثري لمدينة حماة السورية، ما بين حي الكيلانية من الشرق وحي بستان السعادة من الغرب، ومطلا على الضفة الشرقية لنهر العاصي في محل باب الناعورة. بني هذا الجامع في العام 558 للهجرة الموافق 1162 ميلادي. أي أن عمر هذا المسجد يزيد عن 9 قرون، وهو أهم آبدة معمارية من العهد الزنكي. كان له باب شاهق من الجهة الغربية لكنه هدم، وآخر من الجهة الشمالية ما زال قائما، وتحته كتابة تؤرخ بناءه بخط جميل وحروف ضخمة محفورة حفرا بتاريخ 558 للهجرة. كنا نتمنى أن نصور الجامع من الداخل والخارج، ولكن الظروف لم تسمح بسبب أعمال الصيانة. كتب الرحالة ابن بطوطة عن حماة يقول: تحفها البساتين والجنات عليها النواعير كالأفلاك الدائرات، ويشقها النهر العظيم المسمى بالعاصي، ولها ربض سمي بالمنصورية أعظم من المدينة، فيه الأسواق الحافلة والحمامات إلى آخره. نتمنى لكم مشاهدة طيبة، ولا تنسونا بالاشتراك في القناة والإعجابات والتعليقات الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.